أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها. في أول أيام عيد الفطر، انفجار يهز أحد الأحياء بمدينة مراكش، ولن نرى تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. عاشت ساكنة حي عين إيطي بمقاطعة النخيل بمراكش اليوم الأربعاء على إيقاع أجواء من الخوف والرعب بسبب سماع انفجار قوي لقنينة غاز من الحجم الكبير. ووفق مصادر مطلعة من عين المكان لمراكش الآن، الحادث أدى إلى تجمهر السكان حول مكان الانفجار، ليتضح في آخر المطاف بأنه ناتج عن انفجار قنينة غاز كبيرة بإحدى دور الصفيح بالمنطقة. واستدعى على الحادث حلول المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية على الفور، إذ تم فتح بحث حول ظروف وملابسات الانفجار.